كانوا كيقولوا التلفازة تتحرك، أيه دابا غنقولوا الزمور يتحرك. نعم، اشنو يمكن تقول لنا؟ إيوا حقيقة اللي يمكن لي نقول أن هذه المدينة مدينة ثقافية، مدينة فيها يعني الطبيعة المغربية، وفيها كذلك الآثار ديال الأجداد ديالنا. فهي مدينة الآن كتاخذ واحد المهرجان اللي هو مهرجان العربي الثالث لمدينة للزجل بمدينة أزمور، وهذا شيء يعني كنفتخروا به لأنه أصبح يعني العمر ديالو ثلاث سنوات يعني من عمر المهرجان، وهو يظهر على أنه كيمشي من حسن إلى أحسن، وهذا شيء جميل. أتمنى لهذه المدينة أنها تحتضن مجموعة من المهرجانات اللي تشرفها وتعطيها واحد المكانة اللائقة بها. كنشوف الدور كيتبي المرحوم مصطفى بغداد، شكون تقول لنا المرحوم؟ المرحوم مصطفى بغداد هو رجل يعني زجال مغربي معروف، وله أعمال يعني فنية كثيرة جدا يعني تقدر ب أكثر من 300 أغنية موجودة عنده في الخزانة ديال الإذاعة، يعني أغاني. فهو كاتب يعني محترم جدا، وهو صاحب أغنية ساعة سعيدة، وله من الأعمال الشيء الكثير اللي هو يعني معروف ومشهور. فهو هذا الرجل يعني توفى السنة التي مضت، فتوفى فوق الخشبة، يستحق أن تكون له دورة ديال هذا المهرجان هذه. وكنشكر الإخوان اللي جاتهم هذه الفكرة هذه باش يعملوا على هذا الرجل هذه الدورة اللي هي تحمل الاسم ديالو. أتمنى التوفيق لهذا المهرجان. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ ذكرني بالاسم. شاعر توفيق ضمان من الجمهورية الجزائرية ورئيس الرابطة المغاربية للأدب الشعبي. الدورة هذه طبعا الدورة الثالثة للمهرجان العربي للزجل بمدينة أزمور بأعمال جديدة بالمملكة المغربية، واللي تحتوي على 6 دول عربية في هذه الطبعة. هناك أصوات جديدة طبعا لمثلت مثلا دولة ليبيا، وكذلك هناك عودة كل من بعض الزجالين الكبار في العالم العربي، من بينهم طارق أبو نجا من جمهورية مصر العربية، كذلك هناك 3 زجالين من الجزائر ليزوروا المرة الأولى المملكة المغربية، منهم خالد شهلال وسعاد بالقناطر وكذلك ياسين وعابد. هناك عودة كذلك بالقاسم بن عبد اللطيف. نعرف أن هذه الدورة خصصت كضيف شرف هي الجمهورية التونسية، بعد ما كانت العام الماضي الجمهورية الجزائرية، اللي هذه ربما عادة حميدة نظمتها أو نظمها المرصد الوطني للشباب والثقافة والتنمية. طبعا هو يشكر على هذا المجهود الثقافي الحقيقي اللي راه يجسد فيه على أرض الواقع هذا نضال ثقافي من طبعا اللي يخدم الكلمة الشعبية الحقيقية، خاصة منطقة حساسة من العالم العربي اللي هو المغرب العربي الكبير، كذلك خصيصا بالمملكة المغربية. احنا نعرف أن المملكة المغربية أنجبت الكثير والعديد من الأسماء اللي خلدت عبر التاريخ من زجالين كبار، على غرار مثلا أحمد المسيح في العصر الحديث، طبعا إدريس المسناوي أمغار، العديد من الزجالين المرموقين في الساحة العربية، وكذلك تاريخ المغرب في الشعر الملحون والشعر والزجل معروف في الساحة العربية، اللي أثبت وجوده من خلال مثلا ترديد بعض الأغاني اللي ما زالت عبر الأجيال تتداول حتى يومنا هذا.
كذلك انجبت سيدي عبد الرحمن المجدوب اللي هو ابن منطقة زمور. يعني الموروث الشعبي له خصائص وخصائص لتحافظ على الهوية العربية الأمازيغية الإسلامية. طبعا بهذا الموروث قدرنا نحافظ على الهوية والأصالة نتاعنا سواء كمغاربة يعني المغرب العربي من جزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. إذن هذا المهرجان يرسخ الهوية الوطنية الحقيقية لأبناء المنطقة، كذلك يحافظ على الموروث الشعبي والموروث الثقافي لمنطقة غنية بهذا الزخم. نحن نلاحظ أن في دول الخليج مثلا هناك يعني بكل صراحة مجموعة قليلة من الزجالين أو الشعراء الشعبيين، لكن عندهم الهالة الإعلامية والهالة والمادة كذلك هي اللي خدمت بعض الأصوات، لكن كموروث كثقافة شعبية المغرب العربي له زخم كثير وكبير بالنسبة لهذه المناطق الأخرى. ولهذا نعاود الشكر الجزيل للمرصد الوطني للثقافة والتنمية والشباب اللي راهو يجسد في فعل. إن شاء الله نتمنى له المواصلة وكذلك التميز والتجديد في كل طبعة اللي يقدر يتواصل بها عبر الأجيال. شكرا جزيلا. السؤال واش الجزائر واش ثقافة موهبة فطرة شنو لك يجمع كل شيء؟ نعم طبعا الزجال هو هي موهبة أولا معطاة من الله سبحانه عز وجل، لكن لابد عليها أن يسقلها أن يشبحها بالمادة بالتاريخ، لأنها لابد أن يكون مطلع على بعض المجالات الحياتية اللي يقدر من خلالها أنه يغذي القصائد، لأن كي نقول قصيدة لابد أن يكون مطلع نوعا ما عن تاريخه عن أصالته عن هويته عن تاريخ الآخر كذلك، لأن بالثقافة نقدر نشبع تلك القصيدة لتعطي إيحاء وتعطي صورة وتعطي كذلك ميساج كما نقول رسالة للآخر. جديدة السيد مدير الفنون السيد رئيس مجلس الحضري لمدينة أزمور السيد رئيس المرصد الوطني للشباب والمستقبل السيد رئيس الرابطة العربية للزجل الشاعرات والشعراء السيدات والسادة الحضور الكريم، على بركة الله وبإلهامه وعونه تفتتح أشغال الدورة الثالثة للمهرجان العربي للزجل الذي ينظمه المرصد الوطني للشباب والتنمية بشراكة مع الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية أيام 25-26 يناير 2013 تحت شعار أزمور مهد الإبداع وملتقى الثقافات. وللإشارة فهذه الدورة تحمل اسم المرحوم الفنان والشاعر مصطفى بغداد. حضور كريم. نحن نلتقي اليوم من خلال المحطة الثالثة للمهرجان العربي للزجل بمدينة أزمور الذي أخذناه على عاتقنا كمرصد وطني يهتم بقضايا الشباب رابطا إياها بالتنمية تنمية هذه المدينة العزيزة. هذه السنة نحتفل بدولة تونس الشقيقة تماشيا مع استراتيجيتنا الهادفة إلى توحيد الشعوب العربية وإلى إعطاء إشعاع ثقافي لهذه المدينة. هذه الدورة تعتبر محطة أساسية لأنها تحمل اسم رمز من رموز الشعر والعطاء في مجال الفن المغربي ألا وهو المرحوم مصطفى بغداد رحمه الله الذي شاركنا احتفاله السنة الماضية وحضر معنا رغم مرضه. والدورة السابقة التي كانت تحمل اسم الراحل المرحوم أحمد طيب عجج اعترافاً من المرصد ومن الزجالين والشعراء المغاربة بعطاءات هؤلاء الرموز. نرحب بالحضور الكرام ونرحب بضيوف العرب ونتمنى لهم مقام طيب في مجلس أزمور وأمسية ممتعة وشكراً. عفواً إذا ننتقل مباشرة لقراءات زجالية نموذجية من المغرب ومن سائر البلدان التي تشرفنا والتي هي الآن بين أحضاننا كل من تونس وليبيا والجزائر والسعودية ومصر. نفتتحها بشاعرة مغربية محبوبة معروفة وهي الأستاذة زهرة زريق
شاعرة وزجالة ممثلة كاملة جامعة كما يقال، مبدعة بصفة عامة ومحبوبة. ندعو الأستاذة زريق لكي تقرأ لنا نموذجا من شعرها في الزجل. مشكورة. أقرأ جزء من كتابتي براج لغنى هذه. تحدي للإبداع، لإبداع المرأة المغربية. هذا عنوان الفني للقصيدة، أما العنوان الأدبي إذا كنت البراد لقامة هذه، والعنوان الفني هي كضحك سيدي أحمد قال لك أنت اللي كضحك سيدي أبغيتك برادي، أبغيتك برادي ومني لقامة وكاسك الفريد، وبعد كل تشحيرة حلاوتك تزيد، نشحرك على عوافي جمر قلبي، وملي نارك تزهر ما تقدر تخبي، وتجيني قايد وهيب الدجاج، نتمنى انا ونقول مالك صايب عجاج، وندير ما فراسي ما يتعاود، وما عارف الخ ما تسر مزاود، وانا الرامي، انا الرامي اللي رمى البالو السبع، وقال له الرمايه كانت على غزاله وخسرها ضبع، تفكيت انا نحر الشعر وبقيت برق ما تقشع، وما نويتها تصيب راس السبع، حيت نخاف، المراوغه معاه تولي ملاغ، والرامي الحريفي جيبو قلب بلا صداع. وما يخلي السبع فيه يزق الرعراع وزقير وشيع الخبار في كل بقاع، تمنيت انا غير دلال ماشي خصام وكره فيك، وظنيتي اللي غافله وغمضه وما نبيها فيك، واش بصح ما انت فاهم ولا حالف مناخر الارض طلاطم، ايوا زعما وقفت امراه وما قادره نقول غرامي بيك، ويا كانت دلالي بين الناس يرضيك، نخرج براسي عريان حافلتك دار نصيح نبغيك، ايوا راجل وما تبغيش في العدا فيا وفيك، وراهنت مع نفسي، وراهنت مع نفسي حتى نجيبك، وملي جبتك خليت لك المجيبه نجيبك، وخليت لك الهمه ومنك الفهامه، وتقول طيحتها في الشبكه وكبلتها في سلاسه الغرامي وماليها فكه، حيت عند الرجال غرام العيالات نخاله، ولا باحت كسده ومنشوره في الدلاله، ولا زغبها الله وقالت له نبغيك نقصر شوفه يقول له الله يتوب عليك. وعند الرجال وعند الرجال وصفوه بالنخوة، والنخوة قالوا نسيم عليل ولا هبة من الطفا، وعند مرة قال لك غير شهوة بشهوة بعد الشبعة تطفى، وخفت على غرامي من وصفه تنقاصي، ويقولوا راه بان مساها فياقي من بعد نعاسي، وجيتي 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 قلتي جابك من ضمن ستة فعن فوض، وجيتي 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 وقلتي انت غايتي وانت المقصود، وجيتي 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 وفرحتي قلتي هدية هذه مشموم عامر ورود، وجيتي 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 وخسرتي خسرتي وقلتي النظامة بايعة كسدر العقود، ما عجبنيش ردك وسالي كلامك، انكرت انا وقلت انت مالك، انا ناظمة كلامي على هوا مفقود، شكون قال لك انت غايتي وانت المقصود، عرفتي وصفك كيف جاك مشابي، عرفتي الكلام عليك وبيك النادي، اش قلت انا في شباب خيالك، كيف كان مشفي وعرفتي ديالك، تمجادي كان بالقد والطول، قلتي انا الفحل رجال كاع فول، وفرزت وقلت الخال بالخد، قلتي وهمت وملوحة بهالجد، كان بوها وخالو بالخد والبهنا جيت وحالو بالقد، وصفت التمره وحلاوتها بسموره، قلتي بلوح بنخله انا قمح في مطموره، السبول انا مايك في حصيدان تموره، يوم جت على جبال بسوس ديرز في الشرقاوه، قلتي علام على الخيل نركبو في الكسوه ما بحالي نداوى، وقلت محبوبي مشيت توصل خوات هواني، قلتي انا خوه من الناس فرقات والعفطابي بالغازي والي، وقلت وجه قاشع ومنو المرايه، قلتي وجهي هذاك عليه تكرطات الحي حدايا، وقلت السبعين لحم جمر وستة القطبان، قلتي بيهم وكلت في الحمام كان جيعان، وقلت الصوت في كل صباح سياح، قلتي مغرب في القبيلة أنا مداح، وما يتجمع مجمع حتى يتطلق البراح، أقول سرشاد مع الناس الملاح، كيجيو البعاد قبل القراب ليلة وصباح، جايبين هدية من دوك الباح، معاهم ذبيحة وصايدها الشطاح، باش يسمعوا النظام واش قال المداح، هي قلت علاه غير نسلي بهاد الوصاف، ومن بعد الوصاف تقطع الطراف، علاه غير ليك كانت عطية. ومن بعدك بقات فردية، قلت له الوصاف هادي وكلها واش خدا في الدنيا، وانا الوصاف اللي ذكرتي كلها جمعت فيها، اتمنعت انا وبالغت في تمناعي، وعرفتيني مع طرس وفايح نعناعي، وسمعتيني نقول صيامي ما انقطعو غير وقت غروب، وحلفتي ما تغيب تتعرف طول صيامي واش غروبك ولا شمس غروب، حلفتيها وفيتي وخليتيني كنوقف في الدروب، نعاين خيالك يغيب ونرجع تيل وزغوب، يوم اللي عرفتي عجلتي بشربة فوق البراد،
كان هو قطيع صيامه منه الزاد نبات بيه على صيام غدا وحتى الميعاد وطغيت نساني بسقون فم البراد حاميه تقطع من فوق مجامر شداد ما نشكي ما نبكي ونصبر نحر الكي على لساني باش ما يصبح يدوي حيت نبغي نخبي وتجيني فخره ونحكي وتعرف الناس البارح شربت كاس جغمه منه الضو في الراس وتخلي الجغمه وشام كشق الفاس وبعد ساعات ساعات وبعد سقوات شداد وبعد شريب البراد شفت نفس المشاعل قلت الوعد هذا واش ما غتغيت قلت لي علامه هذيك راه عدا ضربات وباقي مريت تبعتها تخريجه كاحل وعيالات زغرت شاعت في القبيله اخبار ناضت الناس تحيت اش ما اش والخال تجوج يا كيفاش بعد شريب البراد تعوج يا خويتي سقلي هذا القدر تقريبا 10% من القصيده. شكرا للاخت زهور زهير على قراءتها المتميزه. معنا شاعر اخر. شاعر هو ضيف الشرف لهذه الدوره. شاعر اتى من تونس وعبد اللطيف بن القاسم ولد في الثاني من شهر الثالث لسنه 55 من عائله شاعريه اصيله اشتهر عنها أنها نزحت من شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن الخامس الميلادي حاصل على جوائز عديدة داخل وخارج الوطن كما شارك في العديد من المهرجانات العربية وترجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية عمل مستشارا ورئيس لجنة حي الأهل الجديد وكاتبا عاما لنفس الشعبة يعمل الآن بمتحف الصحراء ضمن المعهد الوطني للتراث التابع لوزارة الثقافة بتونس يشرفنا بقراءة نموذج من أزياره. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت زارة. أولاً أود أن أحمل تحية ود وإخلاص من تونس الخضراء إلى المملكة المغربية ومن هذا المنبر إلى كل مشارك من الدول العربية السابقة. أول بداء سميت بالجواد وباسم الله الواحد المعبود وثاني ثنيت في الأنشاد صلاة النبي لمجد بغير حدود وثالث سطر مسيت عن ميعاد جايب سلام الحاضرين وبعود بلاد أزمور يا أزمور عز بلاد قلعة إشعاع أم وحدة العنقود أزمور يا أزمور شعري زاد ومشكور يا مرصد على المجهود تحية محبة يا ضنا الأجواد لكل من احضر في حفلنا موجود. دائما بين أحضان مدينة أزمور هذه المدينة الملهمة والساحرة التي ألهمت شعراء وفنانين ومؤلفين ومفكرين وعلماء ولا زال ماؤها وواديها يشهد بعظمتها وإبداعها. هذه المدينة التي قلت المدير العام لمؤسسة الاتصال برئاسة الجمهورية رئيس الرابطة الجزائرية والمغاربية للأدب الشعبي وعضو اتحاد الرواد والمبدعين العرب بجامعة الدول العربية أصدر 7 دواوين سجلية و5 دراسات أكاديمية في الأدب الشعبي. شارك في العديد من الملتقيات والتظاهرات الثقافية العربية والدولية. ندعوه إلى المنصة. مساءكم زجل. سأقرأ نص قصير نظرا للافتتاح الرسمي لكن غدا إن شاء الله سنضربكم شعرا. تحت عنوان من أرضاك
ما نرضاك تكون ساهل، ما نرضاك تكون واعر، ما نرضاك تحفر الوريد وتنام فيه وتبني على الوحيد وتسال عليه. ادخل دواخلي ونعوم معاك، افتل جوارحي هكذا نرضاك. احروفي مشات وذابت بالكلام، والكلام غاص وعشش بالدوام. كسر قواعدي وما تدفع الدية، وكتب سواعدي وقنن البلية. ما نرضاك تسلم عليا كي نكون معاك، ما نرضاك تشوف فيا وانا بحداك. نحبك تكون نبضة قلبي وترسم دقاته، نحبك تكون لمح البصر ولطريقي نظراته. نحبك تملع عرجوني ونغسل بدمعاته. ما نرضاك ساهل وتتهد، وكون العمر بحر ما نعرف عمقه، هو كون فارس ما تنشد والحسود غربالهم شهقوا. ما نرضاك اصحاب شارد بمطرو، وكون سيل العمر وتباهى بقدو. ما نرضاك تشد حرفي وتكبل عضاه، ما نرضاك تقتل الوتر راه اللحن مقواه. الهلال كلم حراسه، شد النجوم ودارهم براسه، شافوا وكلموا تاه وبين الحروف سلم كراسه. انا كتبت حروف القصيده، وبين السطور لقيت كلمه وحيده، تايها بين ضلوعي وضلوعك. وين مدلولك؟ ما نرضاك تكون ارضي والسمايا، بحري والعبايه، وانا بين جبالك دمعة ريق وسيول دفاية. ونرضاك تكون العطف لحروفي وتكمل الحكاية. ما نرضاك بس احنا نرضاك تكون معايا. ونحن كذلك نحبك أخي، ومعنى أن تكون معنا. شاعر لطيف ظريف أتانا من دولة السعودية، وهو الشاعر الشاب بندر المنصور. هذا شاعر سعودي أصدر ديوانا زجليا جميلا يشارك في العديد من الأمسيات الشعرية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كما شارك في عدة لقاءات إذاعية وتلفزيونية. أخي بندر، ندعوك إلى المنصة. مساكم الله بالخير جميعا. اولا احب اشكر المرصد الوطني للتنميه والشباب بالمغرب للدعوه هذه الكريمه. حقيقه انا لم اجد شعر، وجدت درر من الذهب هنا في المغرب. الاولى: يا الله يا مدبر تصاريف الاكوان، عليك وباسمك يا عظيم اتكلنا، نعوذ بك من كل فاسق وشيطان، للجلج ابليس وقرع فوق شنا. حمايتك وانت على كل الاعوان، خير الحفيظ اللي بحفظه كفلنا. شاعر اخر، شاعر من العيار الثقيل، محمد علي رمضان الدفقني، من مواليد ماي 57 بواحد زله في جنوب ليبي. تخرج من مدرسه المعلمين، درس الموسيقى، يعمل حاليا في مجال الثقافة، أحد رواد كتابة شعر باللهجة المحكية العامية الليبية. صدر له 3 مجموعات في الشعر المحكي: نتار الليل، أبصر كيف أشاء، توحشتك. أس عشرة نحبكم وأس عشرة جايكم مشتاق ليكم. أس عشرة نحبكم وأس عشرة جايكم مشتاق ليكم، وكم هوا تربيع قلبي يشتهي يسلم عليكم.
باليدين وكم هوى تربيع قلبي يشتهي يسلم عليكم باليدين والحضن مشتاق ليكم ما تقولولي هلابك ولا تقولولي انتشرف ولا تقولولي يا ليبي ولا تقولوا مغاربي شوفوا بعيون المحبة تلقوا محفورين فيا وتلقوني محفور فيكم وأس عشرة نحبكم. عندنا سيد عمدة مدينة الزمور رئيس مجلس الزمور مثقفين إعلاميين ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأكون موجزا طبعا بأبد الرابطة المغاربية التي تكتب من خمسة دول اللي هي الجزائر المملكة المغربية الجمهورية التونسية ليبيا وموريتانيا لتشكيلتها هذه الكوكتيل الثقافي الراقي للموروث الشعبي والادب الشعبي. فأبد دائما ان تكرم بعض الاسماء وبما اننا في المملكه المغربيه سنكرم اسمين قدموا الكثير للثقافه الشعبيه المغربيه وللمملكه المغربيه وكانوا لكم خير ممثلين للمملكه المغربيه خارج هذا التراب الوطني. إذا ستقدم الرابطة أول درس يتفضل عالم جلالة الملك بتقديمه إلى رئيس المرصد نظير قصده كانت نقمة مؤنث كانت دوليا بالتالي بالسنة تنشون بجد التعايش. شكرا سيد محمد.
شكرا لكل من أنجح هذا الحفل، وأنا قادم إلى من أخرى لتكلم مدفوع البلاد. صحيح أنا سكري الأصل وقد يوجد أصل من سلالة يعني أزمون بالضبط، وجدني سبيسكات يعني لنتمي إلى هذه الفرقة الطيبة التي أجذبت مجموعة من التجارين والمبيعين، وشكرا وشكرا جزيلا. آخر هدية ستقدم، ما نعرفه في كل دولة في العالم العربي من يوجد حاجة، مثلا تونس لباس تونسي، السعودية الأداب والفناء، الجزائر هو البرنوس وهو أعز شيء عندنا. راح نقدم برنوس الرابطة المغاربية إلى السيد نعتبره عميد السجلين في المملكة المغربية وأحد المناضلين، هو أمين عام الرابطة المغاربية للأدب الشعبي السيد الزجال المحترم وأخي العزيز أحمد بن سيارة.